السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما احنا شايفين ده استخدام للبيم جوه الباور بي اي، بحيث ان انت تستعرض المعلومات اللي عندك ك3 دي وك كوانتيتي وكعناصر، بحيث ممكن اي عنصر تدوس عليه هنا يبدأ ان هو يزوم عليه ويبدأ يجيب لك العناصر اللي فيه وهكذا. ده طبعا كل ده اونلاين powerbi.com، بحيث ان انت تقدر تعرض الشغل بتاعك في الاجتماعات وهكذا. كل جزء بتعمل عليه بيبدأ يعمل عليه زوم ويعمل له ايزوليت، بحيث ان بقية العناصر يبقى خفيفة شوية. ده مثال اخر، العناصر الموجودة هيت، تقدر ان انت تاخد المعلومات اللي انت عايزها، تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر اي صندوق من دول فيبدأ يجيب لك كل المعلومات بتاعته هنا، والعكس لو عملت سيلكت هنا يبدأ يجيب لك المكان بتاعها بالشكل دوت، لو عملت سيلكت على عنصر تاني يبدأ يجيب لك المعلومة هنا. وعندك إمكانية إن أنت تعمل فلتر من هنا أو من هنا، تقدر تعمل فلتر للعناصر اللي أنت عايزها. مثال تالت، الموديل هوت وفي ده الكونكريت انسايت وده كونكريت بريفاب بريفابريكيشن، وتقدر هنا تقول له مثلا عايز اشوف الليفل معين، ليفل 0 1 مثلا، فيبدا يعمل لك فلتر ليهم. وهنا برضو العناصر كلها بيجيب لك الفوليوم ويجيب لك مجموع الفوليوم للحاجات اللي انت مختارها بالشكل دوت. ده برضو مثال اخر لعرض البيانات وعرض الانفورميشن اللي موجوده.